إلى قضية أخرى، يسرد فيلم بيرد بوكس الذي يعرض على نتفليكس قصة أم وطفلين يضطرون لعصب أعينهم لحمايتهم من فيروس منتشر في الكرة الأرضية أطلقته كل من كوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعليهم ألو يروا أي شيء حتى يظلوا أحياء، وهو ما يتحقق لكن عبر مصاعب جمة يواجهونها طوال الفيلم. الأمر الذي يدعو للتساؤل، ما العدو؟ في حاجة الدول والجماعات إلى الأعداء، وهل هذا العدو يتم خلقه بقرار سياسي فقط؟ وهل السينما مسؤولة عن خلق الأعداء؟ وما هو إسهام السياسيين والمثقفين في تحديد هذا العدو؟ Have you been sleeping any better? Oh, rough. Then again, I never slept well before. This condition. Condition? It's called pregnancy. It's okay to say it out loud. Something's happened. Can you just please drive? Did you see something? لمناقشة هذا الفيلم وفكرة العدو ينضم إلي المحرر في I24 News كايد أبو الطيف. مرحبا كايد. نبدأ من قضية الفيروس الذي تم تطويره في كوريا الشمالية وإيران. يعني أن تقتل كل الوقت، يعني عمليات القتل هي مستمرة كل الوقت، لكن دائما يكون السؤال كيف لي كجندي في هذه الدولة أو تلك أن أقتل بضمير مرتاح، بمعنى أن أقوم بعملية قتل مروعة ومن ثم أذهب إلى المكدونالدز لأحتسي يعني البطاطس المقلية مع الكوكولا وكأنه أمر لم يكن. هنا دائما يتم التساؤل ووضع الإعلام، يعني كيف له أن يمهد لهذه الطريقة، أو يعني كما تكون عملية غسيل الأموال في الاقتصاد، كيف تكون عملية غسيل للأدمغة، غسيل للنفس بعد هذه العمليات. نحن نتحدث عن فيلم الذي من بدايته حتى النهاية يقول يعني العدو هو غير مرئي، العدو نعرف مصدره، نعرف أن المصدر الشر هو آت من هذه يعني من كوريا ومن إيران. لكن كايد، يعني فكرة العدو يعني حتى إن كان في جسم إعلامي أيا كان، هي أيضا متقلبة ومتغيرة بطبيعة التطور التكنولوجي والمسار السياسي. يعني خلال الحرب الباردة على سبيل المثال، يعني إيران استثمرت في الأفلام لبناء فكرة العدو، وهذا العدو كان روسيا. يعني نحن نتحدث عن يعني كل دولة تأخذ العداء وتبنيه في مخيلة لدى جمهورها كما تريد. يعني إيران تستثمر منذ حربها مع العراق حتى اليوم، كل سنة تقوم بإنتاج أكثر من 10 أفلام التي تؤكد على شرانية ومساوئ الجندي العراقي مقابل الرحمة والرأفة التي يختزنها قلب المقاتل الإيراني. في المقابل نجد الولايات المتحدة كيف استثمرت في كل حروبها، كل مرة نجد يعني هي تخلق لنا عدوا جديدا، اليوم نراه إيرانيا، قبل ذلك في كان روسيا، والآن يعني نشهد يعني مع كل الجدال الواسع والكبير في الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب على الصين وكل ما إلى ذلك، يعني نحن يعني لهذه للصيف المقبل سنجد ان يعني في المخيله لدى المشاهد في هوليوود ان العدو هو الصين، وكل مره يعني السينما تكون مطيه بيد السياسي. ويعني شاهدنا ذلك عندما يعني تصريحات دونالد ترامب عندما قال ان يعني الرجال اللي صنعوا الافلام في هوليوود ليسوا وطنيين وهم ليسوا من علية القوم، بمعنى يعني
ترامب هو ليس فقط رئيس وأيضا القائد الأعلى للقوات العلاقة الوثيقة بين الطرفين. وسمعنا تصريحات مشابهة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما أعلنت شركة كيشت الإسرائيلية يعني بث مسلسل أور بويز، فهو أول من قام بهجوم ضد كيشت وطالب يعني حتى بإغلاق هذه الشركة. هذا شيء مؤكد، يعني ما يتحدث به ترامب تأثيره مباشر على كل زعماء العالم الغربي والعالم العربي أيضا. بمعنى أنه يعني ترامب عندما تحدث هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، كذلك بنيامين نتنياهو هو وزير للأمن إضافة إلى أن كونه هو رئيس وزراء. فيعني هذه الموجة العدائية لكل ما هو لا يعني يسير بالمسار الذي يجده ويراه مناسبا الرئيس الوزراء أو الحاكم. ولذلك يعني هنا المشكلة العويصة التي تواجهها يعني صناع الأفلام وصناع الإعلام بشكل عام، أنه كل الوقت يريد من ناحية أولى أن يصنع إعلاما، يريد أن يصنع رسالة التي تحترم عقل المشاهد، لكن هو مرهون بالقرار السياسي. يعني بمعنى أن الاستوديوهات التي تريد أن تصور في قاعدة عسكرية من أجل تصوير عدة مشاهد لا يمكنها أن تنشئ قاعدة بأكملها، لكن هي بحاجة إلى البنتاغون، هي بحاجة لوزارة الأمن لكي تمنحها هذه المصادقات. المصادقات تأتي بالابتزاز السياسي. شكرا للمحرر في I24 News كايد أبو الطيف. شكرا لك.